السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، لقد اشتقت إليكم كثيرا، وأظن أو لست أظن وإنما أنا متأكدة من أنكم تبادلونني نفس الشعور. نتمنى أن نلتقي في وقت لاحق إن شاء الله، وعما قريب. إذا إلى ذلك الوقت نكمل ما كنا قد بدأناه من حصص دروس اللغة العربية، واليوم سنأخذ مكون التركيب بعنوان نصب المضارع والجملة المؤولة. نبدأ درسنا بهذه الأمثلة ثم نكمل باقي الأمثلة في الجدول. إذا نبدأ على بركة الله. الفعل المضارع هو الذي يبدأ بأحد هذه الحروف. نعم، يبدأ بأحد هذه الحروف، الألف يعني نعم الهمزة، النون، الياء، ثم التاء. إذا ونجمعها في كلمة أنيت. حروف أنيت هي حروف المضارع. أعيد، الفعل المضارع هو الذي يبدأ بأحد هذه الحروف التي نجمعها في كلمة أنيت. إذا أمثلة: أنا أدخل، أنت ترسم، هم يدخلون. علامات رفع الفعل المضارع: الأصل فيه دائما أنه يكون مرفوعا. إذا أدخل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أنت ترسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يدخلون، هم يدخلون، هنا سيتغير الأمر لأن علامة رفع هذا الفعل المضارع هي نعم من يجيبني. جيد، إذا علامة رفعه هي ثبوت النون. يدخلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقد يرفع الفعل المضارع بالضمة المقدرة، لأن هذه فتحة ظاهرة، هنا مرفوع بثبوت النون وقد يرفع بضمة مقدرة. سنرى في يعني في جانب هذه الأمثلة أن هذا الفعل المضارع قد يخرج عن هذا الأصل ويطرأ عليه بعد التغيير. إذا لاحظوا معي، لن، أنا أدخل، أنا لن أدخل. إذا لاحظوا أن الفعل المضارع تغير آخره، يعني حركة الفعل تغيرت من الضمة إلى الفتحة، أي أنه أصبح منصوبا. نأتي إلى الجملة الثانية: يجب أن، أنت ترسم، ويجب أن ترسم. نعم، إذا حتى في المثال الثاني تغيرت الحركة. يدخلون، إذا قلنا هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم، عندنا كي، يدخلوا. إذا ما الذي وقع؟ حذفت النون لأنها علامة من علامات الرفع، لأنها علامة رفع حذفت فأصبح الفعل منصوبا. وهنا الفعل منصوب بحذف النون لأنها علامة للرفع. نقول يدخلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. إذا في هذه الأمثلة حينما دخلت حروف النصب أصبح الفعل المضارع، نعم لاحظوا معي، أصبح منصوبا. إذا النون حذفت في هذا المثال وعلامة يعني هي علامة على نصب هذا الفعل. إذا نقول الفعل المضارع الأصل في أنه يكون مرفوعا، لكن حينما تدخل عليه بعض حروف النصب فإنه يصبح منصوبا. نكتب هذا الأمر في القاعدة ثم ننتقل إن شاء الله إلى تتمة الدرس. نقول ينصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه أحد حروف النصب. إذن حروف النصب كما رأينا في الأمثلة عندنا أن وعندنا لن وعندنا إذن، نعم من نراها، وعندنا أيضا كي. إذن هذه
الحروف الأربعة هي التي تنصب لنا الفعل المضارع مباشرة، أي حينما تدخل على الفعل مباشرة تتغير حركته من الرفع إلى النصب. إذا لم أعطيكم إذا في مثال، سأعطيكم مثال الآن. تسافر إذا ترتاح، تسافر إذا ترتاح، الفعل الذي جاء بعد إذا جاء أيضا منصوبا. إذا أعيد، هذه الحروف الأربعة تنصب لنا الفعل المضارع مباشرة، أي حينما تتصل بالفعل يصبح منصوبا. الشق الذي بعد هذه الأمثلة عندنا الجدول. إذا أحبائي نكمل مع هذه الأمثلة، نبدأ بالمثال الأول. أجتهد لأنجح، أجتهد لأنجح، عندنا فعل مضارع منصوب في الجملة وهو أنجح. إذا نكتب الفعل أولا، أنجح. قلنا في القاعدة ومن خلال الأمثلة على السبورة بجانبنا أن الفعل المضارع ينصب إذا دخلت عليه أدوات النصب التي هي أن، لن، إذن، كي. لكن هنا رأينا بأن هذا الفعل المضارع منصوب أيضا، فأكيد سيطرح السؤال من الذي نصب هذا الفعل؟ ليست هناك لا لن ولا أن ولا كي ولا إذن، إذا من الذي نصبه؟ نعم سأجيبكم. إذا الأصل في هذا الفعل أننا نقول لأن، الأصل فيه لأن، تابعوا معي، لأن أنجح، أجتهد لأن أنجح. لكن هذه الأن ليست ظاهرة وإنما جاءت مضمرة، لاحظوا مكانها هو هنا، أنا قلت لكم السهم الوليدة مكانها هو بين لا وبين أنجح. إذا لم تأتي ظاهرة وإنما جاءت متخفية مضمرة. فأقول بأن الحرف الناصب هذا الفعل منصوب بأن المضمرة، جيد. إذا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، إذا أن المضمرة ما معنى مضمرة؟ قلنا متخفية وغير ظاهرة. هنا في الإضمار عندنا حالتين، مضمرة وجوبا ومضمرة جوازا. إذا في هذه الحالة أن المضمرة جوازا بعد لام، أية لام هنا؟ إذا أنا أجتهد لأجل ماذا؟ أعلل لماذا أجتهد؟ أجتهد لكي أنجح، فهذه اللام تسمى لام التعليل. إذا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل. لاحظوا معي أحبائي، أعيد مثال. قلنا بأن أنجح فعل مضارع منصوب، ما الذي جعله منصوبا؟ ليست اللام أكيد، لأن حروف النصب قلنا لن، أن، إذا، كي، إذا ليست اللام. لكن حينما تفحصنا الأمر وجدنا أن أن هي التي نصبت هذا الفعل، هل نصبته مباشرة؟ لا، لم تنصبه مباشرة وإنما جاءت بطريقة غير مباشرة. إذا هو هذا الفعل منصوب بأن المضمرة غير ظاهرة متخفية جوازا بعد لام التعليل. لماذا قلنا جوازا؟ الجواب هو أنه يجوز إظهارها ويجوز إدمارها وإخفاؤها. يمكن أن نقول لأنجح ويمكن أن نقول لأن أنجح، مفهوم المثال شباب؟ نأتي إلى المثال التالي. لا يجب أن تضرب وتسب، أن تضرب هذا فعل منصوب لأن أن ظاهرة نصبته أن، لكن وتسب ما الذي جعله منصوبا؟ أكتب الفعل، نعم تسب. إذا الذي جعله منصوبا هو أن الواو جاءت بعدها أن، فنقول وأن تسب. هل جاءت هذه الأن ظاهرة؟ لا. إذا نفس الأمر ما قلنا، نفس ما قلنا على المثال الأول سنقوله على المثال الثاني. إذا هو منصوب بأن المضمرة، نعم. هل سنقول جوازا؟ لا، المضمرة وجوبا
بعد واو المعين، أن المضمرة وجوبا بعد واو المعين. لاحظوا دائما هذه الكلمة مضمرة نديرو تحت منها سطر لأنها قاعدة جديدة عندنا. إذا هو منصوب بأن المضمرة وجوبا، أي يجب إضمارها ولا يجب أن تظهر. لا يمكن أن نقول وأن تسب، بل يجب أن نقول وتسب، أي أن الموجودة هنا يجب أن تبقى مضمرة. المثال الثالث، احذر أن تجري. إذا الآن تجري أن حرف نصب ظاهر، تجري فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، لكن الذي يسبب فيه التساؤل هو فتسقط. لماذا جاءت كلمة تسقط منصوبة؟ تسقط. دائما نفس الجواب، وهو أن هاته الفاء جاءت بعدها أن مضمرة، أن غير ظاهرة، هي التي نصبت لنا هذا الفعل. فيكون الحرف الناصب نقول بأنه منصوب بأن المضمرة. ماذا سنقول أحبائي؟ جيد، وجوبا، لأن توجد حالة واحدة في الجواز هي لام التعليل، أما باقي الحالات فأن دائما تكون مضمرة وجوبا، أي يجب إضمارها ولا يجب أن تظهر. وجوبا بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. ألا سميناها فاء السببية؟ أي أن الجري هو الذي سيكون سببا في سقوطك. احذر أن تجري فتسقط. نأتي إلى المثال ما قبل الأخير، يجب التمهل. التمهل يعني فاعل، يجب ماذا؟ التمهل. حتى يمر الأمر بسلام، لم أقل لأن الحيز لم يكفني، حتى يمر. إذا نلاحظ أن في الجملة فعل منصوب، حتى يمر. إذا ما الذي نصب هذا الفعل؟ سنقول بأن هذا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد حتى، حتى أن. إذا يمر حتى أن، نكتب منصوب بأن المضمرة جوابا أو وجوبا. نعم جيد، ما زلتم تتذكرون وجوبا بعد حتى. علاش؟ لأن حالة واحدة اللي كيكون فيها الفعل المضارع منصوب جوازا هي اللي كتكون عندنا لام التعليل، أما بعد واو المعية أو فاء السببية أو حتى، حتى الحرف الذي سيأتي بعد ذلك، كلها تأتي وجوبا. أن المضمرة جوازا، أن المضمرة وجوبا، المضمرة وجوبا، المضمرة وجوبا. هذه شي حاجة جديدة علينا وليداتي، بدعيكم تبعوا معايا، تخيلوا معايا هاد الدرس وحنا كنمشيو مرحلة مرحلة، يعني وكأننا من محطة إلى محطة، الله يدعيكم تبعوا معايا. المثال الأخير في هذا الجدول، ما كنت لأسب، ما كنت لأسب. إذا اللام جاءت قبل الفعل المنصوب، اللام أن دائما نفس القاعدة، اللام ثم أن، إذا هو منصوب بأن المضمرة. نعم ماذا نقول أحبائي؟ برافو عليكم، وجوبا بعد لام. لام ماذا؟ هذه اللام تسمى لام الجحود. علاش قلنا لام الجحود وما قلناش لام التعليل؟ لام التعليل بوحدها ولام الجحود بوحدها. لام التعليل من خلال الجملة أفهم بأنني أعلل سبب قيامي بالفعل، أجتهد لأنجح، أنام لأرتاح، واضح أحبائي؟ أما هنا فهذه اللام مسبوقة بنفي، ما كنت، حرف نفي وفعل ماض ناقص، أي ناسخ فعلي، ما كنت لأسب، مفهوم؟ إذا كان كي نفرق بين لام التعليل ولام الجحود، لام الجحود تكون مسبوقة بنفي،
أسب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، دائما المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. إذا نأتي إلى القاعدة أحبائي كي نكمل، بل يكون إضمار أن إما جائزا كما رأينا مع لام التعليل، وإما واجبا كما رأينا مع واو المعية فاء السببية حتى ولام الجحود. ينصب الفعل بأن المضمرة، نعم، جوازا، وهي الحالة الأولى، فأن المضمرة جوازا بعد ماذا أحبائي؟ جيد، بعد لام التعليل. لاحظوا معايا الوليدات لا قاعدة غدا مع الدرس يعني كيف ما كندير مرحلة ولا واحد الخطوة في الدرس كنجي مباشرة القاعدة، باش تبقاو متبعين معايا نرد عليكم. وينصب الفعل بأن، دائما كنهضرو هنا على الفعل المضارع، كنهضروش على شي فعل آخر، بأن المضمرة ولكن وجوبا. يعني هادو هما اللي ضبطو معايا الوليدات الله يرضي عليكم. بعد اذا هاد بعد غنفتحو القوس، واو المعية فاء السببية وبعد حتى وبعد لام الجحود. غندير واحد إعادة هادشي كله اللي شفنا الوليدات. ينصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه أحد حروف النصب، وهي إذا الأصل في الفعل المضارع أنه يكون مرفوعا، إما مرفوع بالضمة الظاهرة، إما مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وإما مرفوع بحذف يعني بالضمة المقدرة، واخا ما عطيتكمش مثال. لكن إذا دخلت عليه أن أو لن أو إذا أو كي يصبح منصوبا. إذا لن أدخل يجب أن ترسم كي يدخل. لاحظوا حينما دخلت هذه الحروف أصبح منصوبا، هذا الشق الأول في الدرس. ثم الشق الثاني، رأينا أفعال مضارعة منصوبة لكن جاءت قبلها حروف ليست هي هذه الحروف الأربعة، فتساءلنا هل نصبت هذه الأفعال بالحروف التي قبلها؟ لام التعليل، واو المعية، فاء السببية، حتى ولام الجحود. لكن حينما استفسرنا عن الأمر وجدنا أن هذه الأفعال نصبت بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل، ووجوبا بعد واو المعية، فاء السببية، وبعد حتى وبعد لام الجحود. نكمل هذا، يعني هنا توقفنا عند الشق الأول ثم سنأتي بالشق الثاني إن شاء الله، تابعوا معي. إذا أعزائي هذا هو الشق الثاني في الدرس. نعم ستقولون بأن الدرس طويل، أنا أعلم ذلك، قد تعودت أن يعني في السنوات الماضية أن أشتغل على الدرس في حصتين، حصة الاثنين وفي حصة الثلاثاء، لكن لأننا في هذا الظرف الطارئ سأقوم بشرح الدرس في حصة واحدة، حينما نلتقي إن شاء الله سأعيد معكم كل هذه الدروس. المرجو منكم فقط أن تنتبهوا، لا شيء غير الانتباه والتركيز. لاحظوا معي المثال الأول، أود أن أزور العائلة. الشق الأول كنا تكلمنا على نصب المضارع ينصب بالحروف ناصبة أن لن إذا كي، وينصب بأن المضمرة إما جوازا وإما وجوبا. الآن سنتحدث عن الجملة المؤولة وهي هذا الجدول، أود أن أزور العائلة. إذا لاحظوا معي أود، القاعدة ماذا تقول؟ أن والفعل تؤول أن والفعل بمصدر. ما معنى ذلك؟ أن أن زائد الفعل ماذا تساوي؟ المصدر، أي مصدر ذلك الفعل. بمعنى مثلا أدخل زائد أن، أن زائد أدخل شنو غتعطينا؟ دخول. أن زائد أسافر، هذه أمثلة نشرح معكم جدول الوليدات.
ان زائد اسافر شنو غتعطينا؟ السفر. ان مع فعل مثلا مثلا اكتب. الجواب كتابة. كتابة هذا هو الدرس، يعني هذا الشيء الثاني في الدرس هو هذا. ان مع الفعل تعطينا مصدر، تؤول بمصدر. نسالكم ان شاء الله باقي الامثله احبائي، فقط المرجو التركيز رجاء. اود ان ازور، اذا ان ازور. انا اود ان ازور العائله، وساريكم طريقه اعراب هذا المصدر المؤول. ان ازور الفعل هو زار، يزور زياره. اذا اود ان ازور، اود زيارة العائلة. أود زيارة العائلة. إذا أعرب، أود فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، أزور فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أزور ماذا؟ العائلة. إذا أود ماذا؟ إذن هذا فعل متعد يحتاج إلى مفعول به. إذا أردتم أن تعرفوا كيف سنعرب مصدر مؤول، سنأتي إلى تأويل الجملة. أود فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، أود ماذا؟ زيارة. إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح وهو المضاف، العائلة مضاف إليه. إذا زيارة ماذا أعربناها؟ مفعول به منصوب. فأقول بأن المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب المفعول به، فيكون نوع هذا المصدر المؤول مفعول به. ذات الرؤية كتوضح الوليدات. نعود لكم مثال أول. أسفة. أود فعل الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أن والمصدر يجب أن والفعل يجب أن يؤولان بمصدر وله محل داخل الجملة. إذا أردنا أن نعرف ما هو نوع هذا المصدر المؤول سأؤولها، فحينما أؤولها سأحصل على نوعه زيارة مفعول به. إذا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به. نمشي المثال الثاني ربما تفهموا أحسن. يغضبني أن ترسب. يغضب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، النون نون الوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. ياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. إذا بمعنى أن الفاعل لم يعرب بعد. يغضبني أن ترسب. هاته الآن مع الفعل سنؤولها حتى نعرف ما إعراب المصدر المؤول. إذا أقول يغضبني. ماذا يغضبني؟ أن ترسب. ترسب أنت، إذا الضمير يعود عليك أنت، والمصدر هو الرسوب. إذا ماذا سنقول؟ يغضبني رسوبك. يغضبني رسوبك. يغضب، قلنا بإعرابها يغضبني، ياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. ما الذي يغضبني؟ رسوبك. إذا الرسوب فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا ما هو إعراب هذا المصدر المؤول من أن؟ ترسب أن حرف نصب ومصدر، واستقبال ترسب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نعم. من يجيب؟ جيد. فاعل مؤخر مرفوع. إذا نوعه فاعل مؤخر. نمشيو للمثال الثالث الوليدات. كنظن راكم كيف كتشدوا معايا الخط ياك؟ جيد. أن تنتبه خير. أن تنتبه خير. أن حرف نصب ومصدر، تنتبه فعل مضارع منصوب بأن واستقبال أسفة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فعل ضمير مستتر تقديره أنت. أن تنتبه ما هو تأويلها؟
إذا غنأولها في الخانة الثانية ثم نعرف تتمة الجواب. إذا أنت انتبه، أنت انتبه ينتبه انتباه. إذا المصدر انتباهك، لأن الكلام عليك أنت، انتباهك خير. هذا المثال المميز ما كتبتوش بلون مغاير، غادي نعاودو لأن نورمالمون خصني تكتب لون مغاير باش تبقى مهضرتي معايا. شنو تندير؟ انتباهك، انتباهك خير. انتباهك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، خير خبر. إذا شنو كنعرفو هنايا؟ المصدر المؤول من أنو الفعل. نعم، المصدر المؤول من أنو الفعل في محل رفع ماذا؟ جيد، في محل رفع المبتدأ. إذا ما هو نوع هذا المصدر المؤول؟ مبتدأ. نعم، برافو على وليداتي، أنا كنظن أن الحمد لله ربي فوق تشدو معايا. الشر أن تخدع الناس والعياذ بالله. الشر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تخدع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الناس مفعول به منصوب. إذا أن تخدع حلت لنا محل ماذا؟ إذا كي نعرف الجواب نقوم بتأويل الجملة. ماذا سنقول؟ الشر أن تخدع أنت. إذا الشر الخداع هو المصدر، ولكن سنعطيه معه ضمير. الشر خداعك للناس أو خداعك الناس. إذا ماذا سنعرف؟ هذا المصدر المؤول. الشر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، خداعك خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع الخبر. إذا ما هو نوع هذا المصدر المؤول؟ أحبائي نوعه هو أنه خبر مرفوع. الجملة ما قبل الأخيرة تقول: أخاف من أن تضيع في السوق. أخاف من أن تضيع في السوق. أخاف فعل مضارع مرفوع المتصل في الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، من حرف جر. إذا ماذا يحتاج حرف الجر؟ إلى الاسم المجرور، لكن ليس عندنا موجود بعد المين، فنقول أن فعل حرف نصب ومصدر واستقبال، تضيع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تضيع أنت في حرف جر واستوقع اسم مجرور. إذا أين هو الاسم المجرور لمن؟ نؤول الجملة أحبائي وسنعرف الجواب. أخاف من أن تضيع، ضاع يضيع ضياع، ضياع وأنت تضيع، أنت ضميرها أن تضيع أي أخاف ضياعك، أن تضيع في السوق. أخاف من ضياع، أسفة، من ضياعك في السوق. أخاف فعل من حرف جر، ضياعي اسم مجرور، والكاف في محل جر مضاف إليه. إذا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل ماذا؟ في محل جر اسم مجرور. إذا هذا المصدر نوعه هو اسم مجرور. نأتي إلى المثال الأخير أحبائي. خرجت قبل أن تحضر. خرجت قبل أن تحضر. خرجت فعل ماض مبني على السكون باتصاله بالتاء المتحركة، وهي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، قبل مفعول في ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف. لاحظوا لم نكمل. أن حرف نصب ومصدر، تحضر فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول في محل ماذا من أنو الفعل؟ لأننا ذكرنا المضاف ولم نذكر المضاف إليه، فيأتي التأويل. خرجت قبل حضورك، قبل
قبل مفعول في ظرف الزمن منصوب على متناصبي الفتحة وهو مضاف، وحضورك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا ما نوع هذا المصدر المؤول؟ نعم مضاف إليه. تقول القاعدة تؤول أن والفعل بمصدر، نقول والمصدر المؤول بأن والفعل في محل كذا. وأنواع هذا المصدر المؤول كما رأينا في الجدول، قد يأتي مفعولا به أود زيارة، وقد يأتي فاعلا مؤخرا يغضبني رسوبك، وقد يأتي مبتدأ انتباهك خير، وقد يأتي خبرا الشر خداعك، وقد يأتي اسما مجرور أخاف من ضياعك، وأخيرا قد يأتي مضاف إليه حضورك، وقد يأتي مثلا نائب الفاعل أو مفعول لأجل غير صريح. حاولت أن أعطيكم خلاصة لهذا الدرس، أتمنى أن أكون قد شرحت ما يمكن أن يشرح في هذا الدرس، وأن أكون قد أوصلت لكم المعلومات الصحيحة، ونلتقي إن شاء الله في وقت آخر.